صدرت هذه المذكرات نالت صدى واسع في الشارع. الاعتماد على المصادر والمراجع البسيط. المذكرات الشخصية سياسي والعصر باحث ويعي في كل حرف يكتبه ماذا يكتبها معلومات اعتبارا، لكن عندما يكتب هذه المذكرات مؤرخ كبير تقارب من 5 عقود من تاريخ هذه الجامعة فهو هذه المذكرات وراء التاريخ الاقتصادي. يعني حقيقة ألزم أنه في الوطن العربي وفي العالم. أستاذ دكتور نيرسان البدراني المحترم، ما هي في رؤيته وفي لغته وفي تناوله؟ إضاءات عقلية وإثارة الكثير من الأسئلة. أنا نشأت منذ نعومة أظفاري على حب التاريخ، بل التاريخ كان يمكن الهواء الذي يتنفس. حاولت في هذا الكتاب أن أدرس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي مر بها العراق من خلال تنقلي في الدراسة بين الموصل وبغداد ثم الذهاب إلى مصر، وكانت فرصة عظيمة بالنسبة لي أن أتحدث عن الحياة العلمية والثقافية في مصر فضلا عن بعض الأوضاع الاجتماعية، كما كانت فرصة أمامي حينما ذهبت إلى بريطانيا للدراسة أن أتحدث عن الحضارة الغربية وما يسود في هذا المجتمع من قيم ومثل ومشاكل وأمور، وبقيت أسير على هذا النهج وأنا أدرس في جامعة الموصل وأتعامل مع أبناء الطلبة وزملائي الأساتذة، فسجلت هذه الخبرة العلمية التي امتدت أكثر من 50 عاما فكانت بمثابة تاريخ لتجربتي في جامعة الموصل، وبالتالي أصبحت الآن موضع عناية للأساتذة الذين يريدون أن يدرسوا التطور في هذه الجامعة وفي هذه المدينة من خلال ما كتبته وما دونته في هذا المجال. إن هذه الندوة الاحتفائية الخاصة بتكريم الأستاذ الدكتور العلامة هاشم الملاح أستاذ الأجيال تأتي لتؤكد إدراك قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الموصل أهمية تكريم المفكرين الاستثنائيين الذين حفروا عميقا في الذاكرة والذين أسسوا لقيم وتقاليد ثقافية تعلي من كرامة وكبرياء الأستاذ الجامعي. شرفت عمالة كلية الآداب صباح هذا اليوم بقامة علمية من قامات مدينة الموصل لإلقاء أو لتسليط الضوء على مذكرات العلامة الأستاذ الدكتور هاشم يحيى الملاح، وهي جاءت بعنوان قراءات تاريخية في مذكرات الأستاذ الدكتور هاشم يحيى الملاح. طبعا حقيقة المذكرات تعد ركن أساسي من أركان كتابة التاريخ في كافة مفاصله، وها نحن اليوم نسلط الضوء على مذكرات أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور هاشم يحيى الملاح. الهدف من هذه الندوة هو تسليط الضوء على مذكرات أستاذنا الكبير الدكتور هاشم الملاح. هذه المذكرات التي أبصرت النور قبل 4 أو 5 أشهر ونالت مساحة واسعة لدى الأكاديميين في مختلف الجامعات العراقية. هذه المذكرات بعد الاطلاع عليها وجدناها كنز كبير من المعلومات ومعلومات نادرة ويكاد لا يعلمها الجميع. أيضا أن هذه المذكرات الذي كتبها ليس إنسانا عاديا، عادة ما يكتب المذكرات الإنسان السياسي أو العسكري، لكن كتبها مؤرخ فهو يعي كل عبارة يقولها. هذه الندوة التي يعقدها قسم التاريخ هي أول ندوة يعقدها هذا القسم حضوريا بعد فترة طويلة على جائحة كورونا، وبالتالي تأتي أهمية هذه الندوة في كونها تسلط الضوء على المذكرات التي أصدرها أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور هاشم الملاح. وقد تناولت هذه الندوة أو تألفت هذه الندوة من جلستين رئيسيتين تناولت فيها أوراق بحثية من قبل أساتذة قسم التاريخ، تناولت فيها مختلف جوانب هذه المذكرات، وبالنظر لأهمية هذه المذكرات فقد قام أساتذة أو نخبة من أساتذة قسم التاريخ بتقديم أوراق ودراسات حول هذا الموضوع.